ومن أين أتيتم؟ تعالي سلم. أتيتم لتكتشفوا أسرار الحجر. إذن لنكتشفها سويا. قر عليها قر عليها. هل تعلمون من هم الأنباط أو بماذا اشتهر النبطيون؟ يشتهر النبطيون بالتجارة، يأكلهم القوافل محملة بالبضائع من الشام واليمن، والقائم على حماية القوافل هو الأمير رابين الثاني ابن الملك رابين الثاني. أيها القادمون من القوافل لدينا ثمور وتوابل، نحن الأنباط ربطنا بين المشرق والساحل. الكون غنى والطير انتشى طربا، والسعد رفرف تيها فعانق السحب. بالمقدم الميمون يا مرحب مقدمكم، نورتم الأنبار. أفضل الفواكه والخضروات سيدتي هنا سيدي. هيا 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 تذوق العنق، تذوق الفواكه والخضروات وسوف تجدون الأسرار. هيا 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 سيدتي تفضلي تذوقي. هذا ما شاء الله عليك. ايش تبيعون؟ ماذا تبيعون هنا؟ لدينا كتار الحرير جميعهم. القماش القماش. هذا أنت؟ هذا أنت؟ البخار. لا ليس البخار، إنه شيء جديد. أي أجود أنواع البخار. لا تشتروا البخار. تعالوا لهنا، تعالوا لهنا. ادفع ما عليك ولا يوجد ما عليك. ابتعد 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 ولا بحطمكم فوق راسك. لا صار البخار أجود أنواع الفخار. الفخار اجعلوا كتحتا الأمو. أغلقوا متاجركم يا للسوق، أغلقوا متاجركم يا للسوق. غريب هذا، ما الذي تحمله بيدك؟ ما هذا؟ أين عينيك؟ إلى الساحة، إلى الساحة. هذه الفيلا اللي راح اسكن انا فيها، شوف ان شاء الله مصممينها بطريقه جميله جدا ومرتبه. وهنا دوره المياه عزكم الله. هالغرفه هذه اللي سكنت فيها سعرها لليوم الواحد و10,000 ريال. هي تجربه للعمر، لما تصحى الصباح وتشوف هذا الشروق العظيم احساس مختلف كليا. وبعدها تمشي إلى مطعم المنتجع اللي أيضا يتميز بإطلالة عجيبة، وراح تأخذ أحلى فطور وسط هذه الأجواء. صباح الخير، يا أهلا وسهلا. ما تخيلون شلون النومة جميلة جدا جدا هنا. المكان في نص الجبال مثل ما تشوفون، ففي نص الليل كذا لما تطالع فوق بس وتشوف شلون السماء صافية جدا، وتشوف أدق التفاصيل حق النجوم، شعور جميل. بس في نفس الوقت عندهم 4 فلل كبار، خلونا نشوف هالأربع هذه الفلل. الفيلا هذه تعتبر واحدة من أفخم الفلل الموجودة في المنتجعات السعودية. قبل أن ندخل الفيلا لازم أقول أن سعرها عالي جدا، وهي مخصصة لكبار الشخصيات اللي تزور المنطقة. هنا غرفة الطعام اللي مجهزينها لاستقبال الضيوف، وهذه جلسة بسيطة خارجية. الحين رايحين إلى غرفة النوم الرئيسية. هذه الغرفة الرئيسية هنا، ما شاء الله. طبعا مهتمين بأدق التفاصيل، فلو تلاحظون حتى هنا النقوش الموجودة كلها ترمز إلى أشياء موجودة هنا في العلا. واحدة من أكثر الأشياء اللي تميز الفيلا هي المناظر الجميلة المحيطة فيها، فهذه على سبيل المثال إطلالة الغرفة الرئيسية اللي من جد إطلالة ساحرة. وتخيل كذا بس تصحى الصباح وتشوف هالمنظر الجميل. وهنا عزكم الله دورة المياه.
الفيلا فيها ثلاث غرف نوم، في غرفة رئيسية مثل ما شفنا من شوية، وفيها علاوة على ذلك غرفتين، وكل غرفة فيها سريرين، وما شاء الله تبارك الله كل غرفة فيها إطلالة مميزة وساحرة بعد، وفيها مسبح خاص. وللي مهتمين إنهم يعرفون سعر الفيلا فهو مرتفع شوية بصراحة، لكن مثل ما قلنا هي مخصصة لكبار الشخصيات، وسعرها هو 30,000 ريال لليوم الواحد. وهذه واحدة من الأشياء اللي تميز العلا، كل واحد يمد رجوله على قد الحال.